أن آتي إلى مصر استجابةً للدعوة الكريمة من فخامتك الرئيس عبد الفتاح السيسي. أود أن أشكر جمهورية حكومة مصر العربية وشعبها على الإستقبال، الإستقبال الحار وكذلك كرم الضيافة لي المقدم لي ولي ووفدي في هذا البلد الشقيق والصديق. بالنسبة للصومال إن مصر حليف تاريخي وبلد شقيق وصديق ومساند لنا حيث نعمل على اقامه علاقات تتسم بالازدهار وتستند الى الاحترام المتبادل بين البلدين فخامه الرئيس في مناقشتنا الان من الواضح ان حكومتين قد تجد انه من المفيد ان تعمل عن كثب من اجل الدفع قدما بالروابط الاقتصاديه والسياسيه والدبلوماسيه بين بلدينا الشققين. فهذا لمصلحه الشعبين ويقدم كذلك طمأنة ويبدي كذلك التضامن في هذا الوقت الحرج والرؤية غير اليقينيه وحاله عدم اليقين على المستوى العالمي ونعمل معا في مواجهه حاله عدم اليقين والصدمات الخارجيه التي نواجهها اليوم. اود ان اشكرك سيدي الرئيس على الدعم المستدام والذي لا يلين في مواجهه مذكره التفاهم غير القانونيه التي تنتهك سياده الاراضي وسلامه الاراضي الصوماليه وهذا الموقف لمصر يبدي التزاما قويا لمسانده مصر لدوله الصومال وشعبها في الاوقات العصيبه. وكذلك تكفل أن قواعد القانون الدولي تتمسك بها أحد نتائج اجتماع اليوم أن والتي نشعر بالفخر إزائها هو هي اتفاقية الدفاع الجديدة الموقعة بين مصر والصومال أم والتي وقعت أمامنا اليوم هذه المعاهده التاريخيه هي شاهد على الدفاع المشترك في مواجهه الارهاب الدولي والذي نكافحه في وطننا وفي الخارج كما انه كذلك ورقه عمل لتبادل المعلومات والخبرات سعيا نحو السلام الاقليمي السلام والاستقرار الاقليمي و الدولي والوطنية أن السيد الرئيس أنني على ثقة أنه بالقدرات العسكرية المشتركه للجيش المصري وكذلك الشجاعه والعزم فاننا سنعمل وسننجح على تامين الصومال ومن كل المخاطر التي تهدد شعبنا والعالم اجمع اليوم في الختام سيدي الرئيس انه شرف لي ان اتقابل معكم مره اخرى واتطلع الى كذلك ان نعمل على قدما بنتائج مناقشتنا اليوم في المستقبل القريب الصومال كانت ولا تزال حليفا وصديقا وشقيقا للحكومه المصريه وللشعب المصري التقدم الذي اوضحته الان سيدي الرئيس فان الصومال كانت صارمه في السنوات الماضيه نتيجه للدعم الذي حصلت عليه من العديد من البلدان الصديقه والشقيقه مصر كانت واحده منهما التي ساعدت مصر التي ساعدت الصومال على ان تقف هذا الموقف على الساحه الدوليه ونشعر بالامتنان لهذا وسنظل ممتنين لهذا الموقف في المستقبل اننا نتطلع الى مستقبل مشرق لشعبينا في السنوات القادمه شكرا سيدي الرأي